السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، ازيكم عاملين ايه؟ معاكم احمد عصام من قناه التوامان. النهارده هيكون الفيديو عن نتائج مباريات دوري ابطال اوروبا، طبعا دور المجموعات الجوله الثالثه. يلا بينا نشوف نتائج المباريات وبعدين هنتكلم عن ترتيب المجموعات. اول مباراه معانا هي مباراه سالزبورج امام دينامو زغرب، انتهت بنتيجه 1-0 لفريق سالزبورج. تاني مباراه معانا هي مباراه لايبزيج امام فريق سيلتيك، انتهت ب فوز فريق لايبزيج 3-1 على فريق سيلتيك. المباراة الثالثة كانت مباراة تشيلسي أمام إي سي ميلان، انتهت بفوز فريق تشيلسي بنتيجة 3-0. المباراة الرابعة ريال مدريد أمام شختار، انتهت بفوز فريق ريال مدريد بنتيجة 2-1. المباراة الخامسة ما بين مانشستر سيتي أمام كوبنهاجن، انتهت بنتيجة 5-0 لفريق السيتي. المباراة السادسة ما بين إشبيلية أمام دورتموند، انتهت بنتيجة 4-1 لفريق دورتموند. المباراة السابعة فاز فريق يوفنتوس بنتيجة 3-1. والمباراة الثامنة والأخيرة هي مباراة بنفيكا أمام باريس سان جيرمان، انتهت بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1-1. دلوقتي اتكلمنا عن النتائج من المباريات ليوم الأربعاء 5/10/2022. دلوقتي هنتكلم عن ترتيب المجموعات. المجموعة ايه ترتيبها؟ المركز الاول سالزبورج بخمس نقاط، والمركز الثاني تشيلسي باربع نقاط، والمركز الثالث ميلان باربع نقاط، والمركز الاخير دينامو زغرب بثلاث نقاط. بعدين هنتكلم عن مجموعة اف. المركز الاول ريال مدريد بتسع نقاط، والمركز الثاني شختار باربع نقاط، والمركز الثالث لايبزيج بثلاث نقاط، والمركز الرابع سيلتيك بنقطة واحدة. المجموعة جي بيتصدرها فريق السيتي بتسع نقاط، والمركز الثاني دورتموند بست نقاط، والمركز الثالث إشبيلية بنقطة واحدة، والمركز الرابع كوبنهاجن بنقطة واحدة. المجموعة اتش يتصدرها باريس سان جيرمان بسبع نقاط، والمركز الثاني بنفيكا بسبع نقاط، والمركز الثالث يوفنتوس بثلاث نقاط، والمركز الرابع والاخير بلا اي نقاط. وبكده نكون النهارده اتكلمنا عن نتائج مباريات دوري ابطال اوروبا الجوله الثالثه من دور المجموعات اليوم الاربعاء 5/10/2022، واتكلمنا عن ترتيب المجموعات. ويا رب الفيديو يكون عجبكم، ما تنسوش اللايك والشير والسبسكرايب للقناه وتفعلوا زر التنبيهات علشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. She's a dad.